السلام عليكم أساتذة. طبعا حبيت أصور فيديو حتى شوية يعني نسرع من الوقت. آخر مرة وصلنا إنه شلون دخلنا الأشجار ووصلنا بقية الأشياء، قطعنا الحوائط. فبوقتها قلت لكم همين إنه أكو طريقة ثانية ممكن غير أستخدمها غير عن طريقة السلايس تول. مثلا إذا كنت أريد، أنا ليش ما أستخدم يعني الطريقة إنه أستخدم طريقة أسوي الإيديت فوليو وأسوي كونكشن؟ قلنا لأن ما يصير راح يطلع لي الخطوط مو طبيعية، لأن هنا عندي قطع أنا فتحة مال الشباك ما راح أقدر أسوي بيها قطع وأطلعها لهزوز طريقة يعني مضبوطة. الطريقة الثانية اللي ممكن استخدمها يعني بدون السكريبت، مثلا اذا نجي نطبق هنا يعني راح نمسحها هنا. اذا مثلا هذا هسه هذا اللي تقولي الطريقة شنو، اروح اجيب لاين وارسم لاين، يعني مثلا نفرض انه هذا الجدار، هسه مثلا نفرض هو هذا الجدار اللي عندك او اي شكل هو هذا، ارسم اللاين من هنا إلى هنا تمام، وآخذ هذا اللاين وأقول له شيفت وكوبي بالأبعاد اللي أنا أريدها اللي هي قلنا مسافة الحسوس أو أن يكون أي شيء. مثلا أقول له أريده وان كوبي تمام. هسه سوينا هاي يعني هيك اللي هاي الجايد لاين أو اللي راح أمشي عليه ريفرنس، بعدين أمسحها تمام. فاجي على الشكل ماتي اللي اريد اسوي فيه التقطيع، اختار البوليجون اللي اريد اقطعه، اروح وين اشغل السناب، بعدين اروح وين اروح على كوك سلايس، اسمه كوك سلايس صار جوا سلايس بلان كوك سلايس. فمن كوك سلايس ازم هذا اضغط اوصل بين هذين، أوصل بين هذا، أوصل هاي، وهكذا، تمام. هاي طريقة ثانية همين ممكن تقدر تسوي فيها الجروبن اللي صايرة بالجدران، يعني حتى تحاكي شكل الحجر أو الطلس اللي تسوي فيه. تمام، بس مثل ما شفنا هنا يمكن احتمال اروح على ديج راح الاقي حد محدد لي اياها بسرعة مثل نفس الطريقة اللي سويناها. لما اروح اقول له سترود طيب سترود بس بالسالب وطيح هاي الفتحة حتى يسوي لي نفس الكسرات اللي سويناها ذاك الشكل تمام. وهاي طريقة حتى يعني ما تطلب فيها لا تشويه ولا شيء. فهسه نضغط كاترول زد ونرجع للشكل الأصلي مالتنا تمام. فهاي بس حتى قلت لكم شنو هي الطريقة الثانية اللي ممكن استخدمها في الشيء تمام. وصلنا وين؟ أخير شي دخلنا الأشجار. فمثلا أريد أضيف مثلا أريد أضيف شي هنا، يعني مثلا إذا أريد أسوي قطع هنا حتى أرفع هاي من هاي الجهة، فأروح على أحط إيديت بولي، من إيديت بولي أختار البوليجون، ومن البوليجون أروح على سلايس بلان سلايس بلان ننزل على سلايس بلان و سوي له روتيت
اجي اتوب شوف ايش قد انا اريده تسوي ستايلز سوي ستايلز باقي الستايلز الغي الستايلز الان تمام اختار هذا البوليجون ماتشي وأطيه بالزيت شوية تمام كمان أقلله هنا نقول له شيفت دخله شوية ما بدخله شوية هذا منه هنا تمام ممكن استخدم هنا شنو اروح على ارسم ريكتانجلر على السناب ارسم ريكتانجلر بعدين اروح على سوبر بروفايل اختار هذا بروفايل واروح على اقول له بوينت 2 او بوينت 3 مثلا واروح على عندي السكشن اقول له ميرور اكس تو زد شوف ضبطوا يعني ولا لا طبعا ضبط بس تكون كبير مثلا إذا أريد شنو أسوي؟ مثلا طبعا أشوف محتوى سألناها مناسبة امسحها واروح لبيت كل امسح في الشكل الاصلي ندخل حاليا ال بس حرف بي ندخل حاليا على شلون احط الخامات حتى نجي على الخامات نروح على قلنا عندي الفيري ماتيريال لايبراري منها عندي بيها بعض الخامات الجاهزة اللي ممكن تستفيد من ألفة أو ممكن أنت محمل تحمل خامات على تجيبها من أي موقع يعني مو شرط مو موجودة متوفرة بسهولة أو من نوع عندك تشارلز كوسموس اللي تعلمنا شلون داخل الأشجار موجودة همين خامات محطوطة تقدر تحمل من عدة خامات قلنا مثلا هسه حتى نضيفه بالماتيريال لايبراري الماتيريال اديتور
المكتب راح يفتح. نعم طبعا فتحنا الماتيريال اديتور. حاليا اذا اريد اضيف مثلا اضيف واحدة من هذين المواد ليكن من البريك مثلا، ممكن استخدمها منها وممكن تحملها الخامة من اي مكان. وهسه هم نعلمكم شلون نضيف خامة من يعني موجودة عندك على الجهاز. فأقول لك كليك أيمن، إما كليك أيمن من Edit to Material Editor تمام، أو مباشرة تقول له Apply to Select Object، يعني تختار الأوبجكت مالتك اللي بالموديلينج وتقول له هنا بسرعة Apply، أو تشيل هي نفسها من طيب السلوت اللي أنت تريده تمام. مثل ما تشوفون ظهرت ويانا الخامة هنا تمام. وحاليا يعني إذا أريد أطبقها مثلا على هذا الوجه الموجود هنا، فشنو أقول له؟ أول شيء عندي هاي شيد شو شيد الماتيريال اللي في فورت، لازم هاي أشغلها هنا تمام. بعدين حتى أطبق الخامة هاي شنو أقول له؟ أقول له assign material to selection. مثل ما تلاحظون هو سوى له assign بس ما جاي تظهر. ليش ما جاي تظهر هيج؟ لأن تحتاج نحط لها دائما أي material تضيفها لازم تخلي لها modifier UVW map منا تضغط وتقول له review ينزل على UVW ما طبعا خلا اضيفها منها حتى لان انا استخدمها ما ادري ايش ما ضايفها. اقول له مثلا على 3 واقول له نايو في دبليو اكس 4 يو في دبليو مات اشيلها احطها هنا اقول له اوكي بحيث ان لا اخذ ظهرت هنا حتى استخدمها بسرعة. مثل ما تلاحظون طلعت لي هسه هنا. فأول شيء أسويه مثلا أنا عندي هذا مجرد يعني هو يعتبر ثلاثي يعني أو وجه ثلاثي، فأقول له بوكس إذا كان بلان تقول له بس وجه واحد يعني بلانر أو فيس تمام. هذين الأبعاد تسويهم واحد 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 مبدئيا تمام. إذا تلاحظون مثلا إذا أريد أتحكم بيها أريد أتحكم بهاي الخامة مثلا أشوف أصغرها أكبرها شوية، فأروح وين؟ من اليو في دبليو ماب موجود عندنا الجزمو. جزمو شنو يعني؟ ينطيني هذين المحاور بحيث أقدر أتحكم بالخامة. إذا مثل ما تلاحظون جاي أحركها يمين ويسار تحكم لي بالخامة مالتي تمام. إذا أريد مثلا أكبر بيها وأصغر أروح على هي للسكيل وأنا مختار الجزمو وأكبر بالمقدار اللي أنا أريده سواء كلها أكبرها تمام أو بالإكس أو بالواي أو بالإكس، يعني عندنا هي بعد واحد فبالإكس أقدر أكبر بيها حتى اشوف يعني الشكل النورمال مالتها اللي اشوفه مضبوط يعني تمام. هاي بالنسبة لهاي الماتيريال مثلا. اذا نقول على هاي اللي سويناها الحزوز قلنا تكون بداخلها يعني بداخلها يفضل ان تكون يعني هاي اللي بالداخل الخامة مالتها تختلف
فإذا مثل ما نلاحظ نتعلمنا شلون إذا كنا مختارين بوليجون، إذا أريد أختار البوليجون اللي عداها شنو أختار، قلنا كاترال آي حتى يختار لي بقية البوليجونز. بس هسا أنا إذا مختار على الإيدج وأقول له أريدك تختار لي البوليجونز اللي خارج هاي الإيدج، تمام؟ فمن أنا ضغط على الشيفت وأنا ضغط على الشيفت أروح وين؟ أضغط على الشيفت وأضغط على البوليجون مجاية. اختار الايديج، تمام. انا ضغط على العفو على مو على الشيفت، اضغط على الكاترال واضغط على البوليجون فيختار لي تلقى بسرعة يختار لي الايديج اللي موجودة بيناتهم، تمام، اللي اختار لي البوليجونز اللي موجودة على جانب الايديج نفسها. فحتى اختار هذن بسرعة ما تعذبني اقعد اختار وحدة وحدة واحط الخامة، فادوس اضغط وين انزل على دي تاتش حتى اعزلها مباشرة، انزل على وين على دي تاتش اسوي لها دي تاتش. بس انا عزلت هاي واحد، هاي مثل ما تشوفون واحد اقدر اعطيها خامة واحدها، يعني مثل ما تشوفون خامة واحدها ممكن انطيه الخامة. بالنسبة لهاي الجو هم نفس الشيء، اروح على ايدج ومختارها بسرعة كاترال وعلى البوليجون، عفوا اختار الايدجاني، اروح افضل من جوا كاترال وعلى البوليجون، راح يختار لي البوليجون اللي موجودة بمحاذاة الايديج اللي مختارها كنت، فانزل على ديتاج، انزل على ديتاج، تمام، واعزلها. ما تشوفون انعزلت وحدها، فحتى اعطيها خامة يعني تكون لون مثلا لون اسود او قريب عليه، اختار صراحة ايه وول بينت، وول بينت وليكن نمر اذا حيل تبين سودا حيل، والإدت ماتيريال إديتور نقول له شو شيد الماتيريال ريبورت، ننطي هاي الخانة شوفها بس، يعني نريدها حيل لون ما نريدها حيل سودا حتى تكون شكلها نشاز، واختار هاي همين. هسه بالنسبة لهاي الثانية اختار مثلا اكو اذا اكو لون مقارب، مثلا هذا اللون يكون شوية ابيض وتقدر تسوي منها، بس تغير الديفيوز، هاي هي مو لونها في سبوري بس تغير الديفيوز، شوف اللون اللي تريده، تمام. فاختار هذا اللون حط عليها، نلاحظ اللون يعني بسمار، نخففه حيث يكون شوية أبيض، تمام، اختارها نفسه، تمام. بالنسبة للهذن اللي موجود هنا شنو اختار؟ مثلا اختار للون وليكن لون شوية قريب على هذا اللون، اختار منه
هاي مثل ال سمبل سكرين كولر، يعني تاخذ من السكرين تاخذ الكولر مالته، كليك اور دراج هولد شيفت تو بيند اوف كولرز. تمام، اقول له اوكي. اذا اقول له شوف شيء الماتيريال اني بلو بورد واختاره. تمام، بالنسبة هاي هم نفس اللون نخليها. بالنسبة للشبابيك وقتها من قلنا حتى ننزل الشبابيك كل وحدة وحدها حتى نختار، نقدر نحط الخامة مع الزجاج، يعني واحد عند الفريم. لو أنا مختار أروح مثلا هاي الخامة مع الزجاج أو من هاي الخامة مثل ما قلنا بالمحاضرة وقت ضفناها من الجلاس. عندك هنا أنواع الخامات موجودة، تقدر تختار من عندها. أحط هاي الخامة مع الزجاج، مثل ما تلاحظون صارت شفافة، أقدر أشوف من جوا. بالنسبة للفريم، أولا أروح على المتر، اختار مثلا متل ألمنيوم، اختار متل ألمنيوم مثلا، اختار متل ألمنيوم هاي أو هاي مثلا، وأحط السلوت اللي أريده. أحدد هذا وأقول له Edit to Material Editor مثل ما تلاحظون، فأختار الفريمات اللي أريد أغيرها. أنا أفضل أختار هاي حتى ما أخربط. هنا طبعا الطب لاين نقول له Alt F اختار الفريم، وأقول له شوف شيء الماتيريال أنا فيو بورت هو الساين. ما تلاحظون هو طبق الخامة بس ما تبين، هنا بالرندر ممكن تبين شوي الاختلاف مالته. كذلك بالنسبة لهاي ممكن نعطيها لون مغاير، يعني اللي موجودة هنا ممكن نعطيها لون مغاير يكون هو اللون الأبيض. ذلك بالنسبة لهاي، بالنسبة للسقف أيضا، بالنسبة لهاي مثلا اختار لاحظ هذا الألمنيوم مثلا، وبالنسبة للزجاج هذا يمكن نختار زجاج شوية يكون مبوش شوية بلوري glasses. فأروح على مثلا أي لون يكون، يكون هذا هذا الزجاج. قلنا نزود شوية الشفافية حتى شوية يكون مؤتم شوية، لأن كل ما صعد تزداد الشفافية وكل ما ننزل، هاي قصدي كل ما نصعد إنه يصير مؤتم، كل ما يكون أبيض كل ما الشفافية تكون أكبر. تمام،
طبعا اللون تقدر تغيره منه، لأن هذا اللون بالزجاج ما يتحكم به الديفيوز، يتحكم به الرفلكت الانعكاس مالته شنو. يعني نقدر نغيره منه ونضيفه على هاي، يعني قلنا هاي زجاج لون اعتبرها تظهر بهالشكل. بعد شنو عندنا مثلا هاي ممكن نضيفها الخام تكون وياها، وبالنسبة للهدم وان كان المفروض نسوي لهم جروب نعطيها المتر ألمنيوم، تمام نقول كتر بس حتى نحفظ الشكل. يعني قبل شوية نسد البرنامج مرتين تقريبا، ما أدري ليش نسد من حالة، عرفنا ليش، إن لأن مثلا هاي الخارجية هم نعطيها نفس الخامة حتى شوية تناسق، ما يعني يفضل إنه ما تزيد الخامات اللي تستخدمها عن خامتين إلى ثلاث خامات بالشكل. يعني حاليا دا أشوف تصميمات يعني بعض اللي داخلين هيك ما أدري شلون، يعني عبارة عن خربطة، يضيفون أي شيء مثل ما دي تشوفون بالواقع موجودة الأشكال اللي دا تشوفوها لبعض الخلفات وهاي يبنوها، وبعض المهندسين همين واحد نخليها إذا واحد نروح البيزمو همين نروح على خليها تقريبا مساوية لهاي فوق تقريبا. تمام اختار هاي مثلا، عفوا نطلع من الجزمة اختار هاي نحطها لون ابيض. بالنسبة للبوابة ممكن تكون نضيف مثل لون اسود، نلاحظ هذا مال متل تروح على الكارب بينت بس يكون لماع، بس هذا شوية ألمنيوم طافي دارك جري. نقول له edit، نقول له show in the viewport، ونطي الخامة مثلا هاي ممكن تنطيها هاي الخامة وبقية هذا ممكن تنطيها، لا ممكن تنطيها لون، طبعا هسا نغيرها لأن هاي ماتت. ممكن نروح ننطيها مثل جولد أو ألمنيوم برونز، نقدر نقول له نقول له شو نضيفها الخامة، نضيف لها يو في دبليو مود يعني هسه ما ضربت، وهي ممكن تظهر بعد الرندر دائما المتل الرندر تظهر بس بكل الأحوال. تمام هاي هنا شوية نطيح نشوف، تمام هاي نطيح نفس المتر،
طبعا بالنسبة للجدار إذا أردت أسوي هم شيء بالداخل، ممكن أروح على تانجو، أشغل الأوتو جريد وأرسم هذا هنا. ما أدري ليش متفعل الثيكنس، بس ما مشكلة، أحط هذا هنا. نشوف هاي هون شوية، ونروح على الريندرينج، ما أدري إيش متفائل، ما أدري إيش متفائلنا. المهم اختار هاي ونقول له نروح على الريكتانجلر نشوف اللي. كورنر سكوير، شوف انا راح اعطيني بس كورنر وان، اي راح يصير. شوف اذا تلاحظون ما زودنا كلش، اذا نقول له ارجع هيج اوكي، اقدر اسوي مثل الامر السابق اللي سويناه اللي هو فيلت، حتى ما تواجهنا هيج مشكلة. يعني هذا يشتغل راوندد بس على السكوير، نصفره ونروح نقول له على الفلت، نحاوله كليك أيمن وأقول له convert to full spline وأختار هذين وأقول له فلت، أقول له فلت قبلها بس خلي شوية نكبره. اختار هذا ننزل على فلت، اختار هذا نوقف على فلت. تمام، بعدين بس نرفع الديفول شوية، ونطي شيفت نعفو قبل الشيفت، نطي اكسترود قيمة 5 مثلا، ونجيب هذا هنا، عفوا بس هذا ريفونت، نجيب هذا هنا. نقول له 2 كوبي، بعدين نختارهم كلهم ندخلهم بالشكل جدار شوية، لا بس شيفت ندخلهم بالجدار، نجرب دخول عادي. بعدين اختار الجدار واروح على امر من الجيومتري على الكومباوند اوبجكت على بروبولين، واختار انه السبستراكشن او كلاستات بيكينج، اسوي بيكينج لهاي الاشكال. تمام، ممكن بعدين احط له ايديت بولي، اروح حطي ايديت بولي مباشرة، هو راح يختار لي البوليجون اللي سويت لها قطع، ما تلاحظون اختارها بس هي، اختارها وانطيها خامة، نقول هي الخامة هاي، عفوا شوف هاي الغلطة، فاسوي لها دي تاتش اولا، لما يصير تتخامى وهذا يعتبر كله شكل واحد. اسوي لها دي تاتش واختارها وانطيها هاي الخام. تمام،
اسوي كتر بس حتى اسوي لها سيف. ممكن اسوي يعني ممكن نجيها بالإضاءة إن شاء الله، نشوف شنو ممكن نسوي. حاليا الأبواب بس نضيف خانة مال خشب، أبواب الداخل الخارجية اللي بالداخل، فنروح نضيف خانة مال خشب توفر هنا الود الود and eliminate الود، يعني خامات مو خامات كبيرة موجودة، مو ديج الخامات القوية، يعني انت استعوضوا عنها هسه كل صارت بالتشايس كوسموس من انضاف، يعني قبل سنة انضاف هذا التشايس كوسموس، فهواية يوفر اشياء. فاختار يكون هاي الخانة، فأقول له بوقت احنا سويناها دي تاتش اعتقد، ما اعتقد سويناها اعتقد، اختار هاي الخامة وأطبقها على الشكل. ماشي، بالنسبة للمقبض هذا ما راح يبين هو، ألغي الجروب وقت أسوينا الجروب، أنا جروب أروح أقول له ما في ايش جاي، اختار هاي وانطي هاي الخانة سنوي لك ثري اخر انطار خانة هسه. حاليا بالنسبة للباب هذا قلنا هات اختار هسه جروب جروب 1 واسوي له كوبي، عفوا يعني ظاهر سوي انا بروف الله ترى انكرن اقول له هنا بروف اوكي، واخذ نسخة واسوي لها روتيت وبعدين هنقولها احنا حطيتها كلها حتى تقدر تتحكم بيه، هنقولها هنا مشكلة بالماوس، نروح هي هاي تمام. هي بالنسبة للباور الفوق طبعا هاي خانة فيها كذلك مختصر تمام خانة أعتقد أرفع هذا البار، طبعا هو من نفس القياس حيكون بس أرفعه في كل الأحوال، بس نستخدم عليه موديفاير اف اف دي حتى نعدل عليه.
فأقل سناب وأختار بوابة. شوف الخانة تمام. دوس كاترال اس حتى نحفظ الشكل، مثلا هاي ممكن تكون بلان نفس اللون. ايضا حاليا بالنسبة للخامات يعني مثل ما تشوفون طلع الشكل اخذ البرسبكتيف اخذ زيت تشوفون الشكل. طبعا اذا تريد تقرب التقريب مالتك يكون نفس الصورة سريعة هيج، دوس اوت وبالسكوب يقرب لك بطريقة سموث، كذلك اوت كمان يفر لك هي طريقة سموث. اذا تضغط اوت تفر منه مثل ما تلاحظون هذا الشكل. تمام. بالنسبة هيا نشوف هذا بس ممكن كما Vertex. Okay. Nasıl şöyle? Tamam. هاي بالنسبة للخامات وشلون احط الخامات، بس ما علمتكم شلون ممكن ادخل خامة من الخارج. مثلا اريد احط خامة، مثلا اريد اجيب خامة رخام اللي هو المرمر او الماربل، نسميه المرمر، وفي الخليج يسموه الرخام اللي هو الماربل. فاروح من الديفيوز، عندي بصف الديفيوز هاي العلامة اللي هنا بصفها، اضغط عليها اضغط عليها واروح منين؟ اروح على الفيري بيت ماب، اول وحدة فيري بيت ماب اضغط عليها. اروح وين؟ اروح وين اني حاط الملفات مالتي الخاصة، مثلا هذا الماربل، هذا الماربل موجود. ف
فاختار هاي الخامة، يعني تكون طبعا هاي النفس، اختار اي خامة كانت تكون مثلا هاي الخامة هاي مثل ما تلاحظون. هاي الخامة مثلا اروح هنا اضغط على الكود بارنت ترجع، فمثل ما تلاحظون اذا طلع لك هاي هيج حرف ام معناها انه اكو خامة ماب داخل الديفيوز ماب. اقول اشوشه الماتيريال الى فيو بورت واختار مثلا هذا، واروح اقول له assign to selection object سوى حط الخامة مثل ما نلاحظ، ونضيف UVW map ونضيف box إذا مثل ما تلاحظون انطاني شكل الخامة مابتي اللي انا دخلتها. فحتى اعطيه مثلا اقول واحد 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 راح يعطيني شكل الخامة مابتي هاي للمعطل. فهسه عرفنا شلون اني ممكن ادخل خامة من الخارج على السين مالتي واستخدمه. تمام، انا اوقف هاي الخانة ما بيها شي ويا الشكل طالع لا بس. اذا مثلا اريد اسوي الخامة هنا على هذا الشكل، ف ارسم لي بوكس هنا بتشي هيج ايش بصير ارسم لي بوكس او لاين او اني يعني مثلا هيك بسوي هيك شوف بس بعدين ارسم لي بوكس فعل الاوتو بريد ارسم لي بوكس هنا ممكن هذا المختار وانا حاعدل عليه اعود ممكن اكون هيج اروح حق عفوا اروح حق توب مشكلة ادوس ال F تعقب حددها هنا مثلا او حرف فونت حتى اشوف الشكل مالتي اقلل ال لينث بالهاي 3.1 عفوا مو 5.2 هذا الويب اللينث هذا تقولي تعسري تعالوا بيرتكس كلام ممكن اختار ال يكتب سلام خلال الداخل ايش مثلا راح اكتب الخامة اكتب هاي الخامة سوف عني أقول له بعدين في دبليو مارك في بوكس اللي واحد
نتكلم على page. تمام. إذا أريد أحط الخامة مثلاً مال صراحة خامة هاي الكونكريت مثلاً مال الرصيف أو مثلاً خامة هاي الأرضية، أشوف ما أدري عندي خامات يعني ما صراحة ما أظن بالهارد خارجي يعني حاجة كبير. أشوف بلكي إذا ماربل يكون مقطع ماربل متسكر شوف حصري مثلا يكون نختار هاي داوفن ونختار عن الأرضية قبل شاف شيء الماتيريال وطبقها أو اللي هو في دبليو ماب بس اللي هو في دبليو ماب أو اللي خلي نفس البلانر واحد واحد يعني في مثل أخير يعني طلعت نقول له نصب يعني المشكلة هو جاي ياخذ الأربع صور هي عبارة عن أربع صور أربع خامات كانت فهي مو مشكلة يعني هيك ممكن تكون أو ممكن تكون واحد أو ممكن تتحكم بيها من الجزمة تمام الخارجي أيضا تلقي تلقي الماب واحد واحد. بالنسبة لهذا قلنا مقرنص أو هيك شيء ممكن نضيفه ممكن تروح ما عندي يعني بس ما ممكن أروح جوجل شنو أكتب ممكن اكتب sidewalk texture walk texture تمام
طبعا الخامة اللي تستخدمها في المشروع خلي لك ملف اسمه هو بهذا البروجكت، يعني يكون ملف خاص بهذا البروجكت حتى كل الخامات وأي شيء تستخدمه داخل السيماتك يظل ويا البروجكت هذا فولدر واحد كلهم، لأن إذا تمسح الخامة مثلا هاي الصورة حملتها أني ومسحتها، إذا أمسحها يروح البروجكت مالتي أصلا، يعني يروح الخامة من البروجكت مالتي. فنقول نشوف انت نقول موجودة هي، بس هاي اكو بعض فيها كوبي رايت مالتهم حاطين الاسماء. نقول هاي يعني حاول دائما ما تكون في الصور يعني ما هيج ما تنفع. نقول لك كليك كمان سيف ايميجز خزنها بأي مكان. احفظها على الديسكتوب مثلا. ما ادري ايش في الانترنت تمام. فاروح نفس قبل شوي شلون ضفناه، روح الديفيوز قلنا على هاي المصفحة واروح اقول له في ريبت مان، نروح على الديسكتوب هاي نخليها الاب فايلز هتطلع لي ليش اشتغلت تمام اوبن. اقول له طبق لي احنا كان عاد اضيف لي في دبليو ماب البلانر او في نفس ليفل واحد واحد مثل ما تشوفون، يعني طالع هيج فيها تقطيعات الصورة. ف ممكن اروح على جسمه اقول له اكبرها شوية الخانة. أيضا نضيف لها يو في دبليو ماب
عفوا اروح عليك اسمه تمام. هسه اذا اريد اضيف خامة هنا مال كونكريت اروح على كونكريت كونكريت اختار الخامة وتكون هاي نضيفها على هذا ولا هو في دبليو ماب بوكس واحد 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 تمام. هسه اذا اريد اضيف خامة مال اسفلت اروح اكتب او انه يفضل انت محمله حتى تكون دقتها افضل اسفلت اسفلت تكستشر اشوف الخامة اللي ممكن اخذها اللي هي تكون واحدة من هذين طبعا دقتها مو قوية هنا في الفايل شوفها نرجع البرنامج نضيف الخامة هنا نروح الكريبت مال نضيف خامة اللي جبتها شو شيء ماتيريال انا في البورد واحط الخامة اذا من ثم لها طالع بالمقلوب اروح على يوبي دبليو ماب وبالله على الجزمة شوف السناب افرخه واحد واحد طبعا طلعت هيج روح الجزمة هل افرخ الطريقة
تمام. سو ريسيف منطقة خامة، مثلا نروح نقول له موجود اعتقد بس او بيتشي جراوند وين جراوند اكو اي شيء هنا جراوند ممكن انطي جراس شو شيء الانتريال بي دبليو ار ناخذ من الخامة كبيرة يعني فأصغر تاخذ من تكون الخامة زينة لأن ايش قد ما تقرب الحواف ما تظهر عندك قليل. تمام قول زينة ايش سوي سي فان شاء الله. هاي بالنسبة للماتيريال عرفنا، ان شاء الله الدرس الجاي اشرح لكم عن ان شاء الله اذا الله راد نكتب الاضاءة شلون نضيف الاضاءة هاي